وفي تكريس القيم الإنسانية الحضارية. السيد الرئيس، فجر هذا اليوم قامت جماعة إرهابية مسلحة باغتيال الإعلامي السوري محمد ضرار جمو في جنوب لبنان وهو يدخل إلى بيته في بلدة الصرفند مع ابنته البالغة من العمر 17 عاما. جماعة إرهابية مسلحة تتلقى السلاح والتمويل والدعم من نفس الأطراف والدول والحكومات التي ترعى الجماعات المسلحة الإرهابية في بلادي. للأسف خسرنا إعلاميا إضافيا اليوم ونحن نعقد هذه الجلسة الهامة. سيد الرئيس، لقد دأبت الحكومة السورية على التعامل مع الإعلام بانفتاح وأصدرت منذ بداية الأحداث التي تعيشها بلادي قانونا جديدا للإعلام في خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز العمل الإعلامي وتحقيق المزيد من الحرية والشفافية. والتزمت الحكومة السورية انطلاقا من حرصها على كشف الحقائق بالتعاون مع المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة السيد كوفي عنان وتنفيذ خطته ذات النقاط الست ومن بينها البند الخامس المتعلق بدخول وعمل الصحفيين. وقد وافت الحكومة السورية السيد عنان بشكل دوري بأسماء الإعلاميين الذين دخلوا البلاد، وقد بلغ عددهم خلال الفترة من 25 آذار مارس 2012 إلى 21 أيار مايو 2012، أي خلال أقل من شهرين فقط، أكثر من 166 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية. كما سمحت وزارة الإعلام رسميا منذ مطلع العام الجاري 2013 وحتى الآن بدخول مراسلين لأكثر من 300 وسيلة إعلامية من شتى دول العالم، وأتاحت لهم ممارسة عملهم بحرية. ولقد أولت الحكومة اهتمامها لسلامة الإعلاميين وأمنهم وطالبتهم بعدم الدخول إلى الأراضي السورية بطرق غير شرعية تعرضهم للخطر وتجنب أماكن تواجد المجموعات المسلحة الإرهابية ومن بينها جبهة النصرة. وكان من المؤسف أن طالت يد الإرهاب بعض الإعلاميين الأجانب الذين تعرضوا أسوة بنظرائهم السوريين للضرب والخطف والقتل، ومن بينهم السيد ريتشارد إنجل الذي كان مختطفا من قبل إحدى الجماعات الإرهابية. وكم كنا نتمنى لو أن السيد إنجل في إحاطته التي قدمها هذا الصباح قد كشف النقاب عن هوية خاطفيه، لأن ذلك كان يمكن أن يساعد المجلس على فهم أوضح لما يجري في سوريا. ولا يزال صحفيان فرنسيان مختطفين من قبل الجماعات الإرهابية، وفقد غيرهم، كما اغتالت المجموعات الإرهابية بعضهم ومن بينهم الفرنسي جيل جاكيه. وقد بذلت الحكومة السورية جهودا كبيرة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري لتحرير الإعلاميين المختطفين وإخلاء الجرحى وجثامين القتلى منهم من المناطق التي تتواجد فيها المجموعات المسلحة وأعادتهم إلى ديارهم. بالرغم من ذلك سيد الرئيس، يواصل بعض الإعلاميين للأسف التسلل إلى الأراضي السورية عبر حدودنا المشتركة مع دول الجوار بطرق غير مشروعة وبمساعدة من المجموعات المسلحة، مما أدى إلى تعرض بعضهم للخطر وتوقيف بعضهم الآخر، ومن ثم إطلاق سراحهم والسماح لهم بمغادرة الأراضي السورية. وكنت قد وجهت بالنيابة عن حكومة بلادي رسائل رسمية إلى كل من الأمين العام ورؤساء مجلس الأمن تضمنت معلومات حول عدد من الصحفيين الذين دخلوا الأراضي السورية بشكل غير مشروع، وأكدنا في رسائلنا أن المتسللين يتحملون وحدهم المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة عما قد يتعرضون له نتيجة دخولهم غير المشروع إلى الأراضي السورية
ومرافقتهم المجموعات المسلحة. سيد الرئيس، في إطار سعي حكومات بعض الدول لتحقيق أهدافها الجيوبوليتيكية وتدمير الدولة السورية وتقويض بنيتها التحتية ومؤسساتها الوطنية، فقد حشدت ماكينة إعلامية هائلة للتحريض على العنف والإرهاب واختلاق الأكاذيب لتشويه الواقع وإشعال نار الفتنة في سوريا، الأمر الذي يمثل انتهاكا جسيما لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1624 لعام 2005، وهو القرار الذي كما تعرفون يمنع التحريض على الإرهاب. في هذا السياق وضع الإعلام السوري المهني في قائمة المؤسسات المستهدفة بهدف إسكاته ومنعه من كشف الأبعاد الحقيقية لما تتعرض له سوريا، إذ تم توجيه تهديدات للصحفيين والإعلاميين لثنيهم عن أداء واجبهم المتمثل في نقل الخبر والحقيقة. وعندما أخفقت هذه الممارسات في تحقيق أهدافها، تم استهداف الكوادر الإعلامية بشكل مباشر خطفا واغتيالا، كما تعرضت وسائل الإعلام لأعمال إرهابية تخريبية، نذكر من بينها الاعتداء على مقر قناة الإخبارية الفضائية بتاريخ 27/6/2012، حيث قامت مجموعة إرهابية مسلحة بتفجير مقر القناة ونهب محتوياتها وقتل 4 حراس وإعدام 3 إعلاميين واستهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسميين بتاريخ 6 آب 2012 بعبوة ناسفة. ولعلم السادة أعضاء المجلس، تم مؤخرا إلقاء القبض على منفذ هذه العملية الذي اعترف بتلقيه التعليمات بتنفيذ هذا العمل الإرهابي من داخل السعودية. ولقد أسفرت هذه الأعمال الإرهابية عن استشهاد 9 صحفيين و23 عاملا في المؤسسات الإعلامية السورية، علاوة عن تعرض 39 إعلاميا غيرهم للخطف والاعتداءات. ولم تتوقف الحرب الإعلامية عند هذا الحد، بل ترافقت بقيام دول بفرض حصار إعلامي عربي غربي جسده قرار جامعة الدول العربية المؤرخ في 2 حزيران 2012، القاضي بوقف بث القنوات الفضائية السورية والخاصة على قمري نايلسات وعربسات، وكذلك حجب بث بعض القنوات الفضائية السورية على القمر الأوروبي هوت بيرد. السيد الرئيس، على الرغم من الحملة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها بلادي، إلا أن شجاعة ومهنية الكثير من الصحفيين الشرفاء داخل سوريا وخارجها قد ساهمت في زيادة الوعي بالأبعاد الحقيقية للوضع في سوريا وفي فضح الأعمال الإجرامية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة المتطرفة التي تضم في غالبيتها متطرفين ومرتزقة أجانب استقدموا إلى سوريا لنشر الفوضى والدمار بما يخدم مصالح وأجندات حكومات دول باتت معروفة للقاصي والداني. وقد أعلنت حركة طالبان باكستانية مؤخرا انخراط المئات من عناصرها في مواجهة القوات الحكومية في سوريا، وذلك بناء على طلب من أسموهم بالأصدقاء العرب الذين ساعدوهم سابقا في أفغانستان. وقد كان للمواقف المشرفة التي اتخذها العديد من الصحفيين من خلال استقالاتهم من القنوات التي تروج للفتنة وتحرض على العنف وسفك الدماء في سوريا ومصر ودول أخرى، كان لهذه الاستقالات دور هام في كشف النهج الهدام الذي تؤديه بعض وسائل الإعلام المنحرفة عن القيم والمبادئ النبيلة الناظمة للعمل الإعلامي. وشكرا سيد الرئيس.